بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. هم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في دروس لغة XML. وأتمنى من الله العلي القدير أن نخرج من هذه المحاضرة وقد استفدنا من المعلومات ما نستنفع به بإذن الله. طيب، على بركة الله، في البداية دعوني أتقدم بالشكر الجزيل للطاقم المشرف على ملتقى أكاديمية الدارين على ما يبذلونه من جهد طيب وما يتكلفونه من مشقة مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم ورزقهم وصحتهم ووقتهم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم. لنبدأ على بركة الله. بالنسبة لدورة XML إخواني وأخواتي، فقمنا بتقسيمها إلى مجموعة من المحاضرات. في كل محاضرة إن شاء الله سوف نتناول جانبا مهما في XML. أعتقد الآن الصوت واضح إخواني وأخواتي. جميل جدا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نتناول أساسيات XML، XML Basics. لكن قبل ذلك دعونا نقوم بجولة بسيطة حول XML، لماذا تستخدم وما هي XML أصلا. طبعا اليوم في عالم البرمجة وفي عالم الإنترنت من النادر جدا أن تجد شخصا لم يسمع بكلمة XML، فهي صارت شديدة الذيوع والانتشار مع مختلف الأنظمة السيستمز والتطبيقات الأبليكيشنز والبرامج بروجرامز. لكن مع شهرتها إلا أنها تبقى غير مفهومة بشكل جيد عند العديد من الناس، وهذا هو غرضنا من هذه المحاضرات بإذن الله. طيب، لننتقل إلى السلايد الأول. هنا كما تشاهدون معي إخواني وأخواتي، هذا هو تقسيم المحاضرات. هنا عندي 10 محاضرات، لكن هذا التقسيم قابل للتغيير والتعديل، هي عناوين عريضة فقط، وأسفل كل عنوان يوجد العديد من المفاهيم والتقنيات بحول الله. المحاضرة الأولى وهي التي سنباشرها اليوم بإذن الله وهي أساسية XML. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على مفهوم مجالات الأسماء namespaces في XML، لماذا تستخدم وما هي صيغتها. في المحاضرة الثالثة سنتعرف على الفاليديشن أو تعريف XML من خلال ملفات DTD بصنفيه، ملف DTD داخلي وملف DTD خارجي. في المحاضرة الرابعة سنتعرف على XML Schema التي دورها قريب جدا من دور DTD. وطبعا أنتم لستم يعني مطالبين بمعرفة كل هذه العناصر، نحن فقط نذكر هذا التقسيم لكي نأخذ نظرة عامة عن محتوى الدورات. بالنسبة للتسجيل إخواني وأخواتي، يعني لا تلقوا بالا، فأنا أقوم بتسجيل المحاضرة إن شاء الله، وبعد الانتهاء منها سنقوم برفعها على قناة الأكاديمية. اطمئنوا إخواني وأخواتي. في المحاضرة الخامسة إن شاء الله سوف نتعرف على XHTML والCSS. وطبعا هذه المحاضرة الخامسة هي محاضرة مزدوجة، وسنستفيد منها نحن كمطورين XML، وسيستفيد منها الإخوة الذين يبرمجون صفحات الويب، لأننا سنتعرف على كيفية إنشاء صفحات XHTML وتكون قياسية يعني ستاندر، وكيف نتحكم في أنماط وخصائص هذه الصفحات بالاعتماد على CSS Cascading Style Sheet. في المحاضرة الثالثة سوف نتعرف على التحكم في عرض XML بواسطة أنماط CSS. يعني هنا في المحاضرة الخامسة XHTML والCSS، وفي المحاضرة الثالثة سنتحكم في عرض XML بواسطة أنماط CSS. في المحاضرة السابعة سنتعرف على XPath، لماذا يستخدم وما هو دوره وكيف نقوم باستخدامه. في المحاضرة الثامنة بإذن الله سوف نتعرف على تحويل XML إلى HTML بواسطة استخدام XSLT. وفي المحاضرة التاسعة سوف نتعامل مع بيانات XML من خلال XQuery. والمحاضرة العاشرة بإذن الله وهي المحاضرة الأخيرة، وقد تمتد إلى أكثر من محاضرة، وهي موضوعها هو التعامل مع XML في الدوت نت. وطبعا هنا أقصد بالدوت نت يعني سنتناول XML من كل جوانبه، سواء XML Document عبر XML Reader والXML Writer، أو تخزين وقراءة البيانات من ملف XML باستخدام Dataset، أو استخدام XML مع اللينك، تقنية اللينك التقنية القوية جدا الشهيرة. هذا فيما يخص التقسيم العام لمحاضرات الدورة. بالنسبة لمحاضرة اليوم إن شاء الله سوف نرى تقسيمها أيضا، وبعد ذلك نباشر الدروس. السؤال الأول إخواني وأخواتي الذي سنجيب عنه، ما هي لغة XML ولماذا نستعملها؟ ثم بعد ذلك سنتعرف على أنواع اللغات في المعلومات وإلى أي صنف تنتمي لغة XML. هل هي لغة برمجية أم لغة استعلامات أم لغة وصفية؟ سنتعرف على كل فرق، على الفرق بين كل هذه اللغات وعلى أي مجموعة تنتمي إليها لغة XML. بعد ذلك سوف نقوم بإيراد مجموعة من الأمثلة الواقعية التي تستخدم XML،
ثم سنقارب الفرق بين الاكس ام ال والاتش تي ام ال ونحدد يعني نقاط التشابه التي تجعل بعض الإخوة يخلطون بين الاكس ام ال والاتش تي ام ال، وسوف نحاول ان شاء الله ان نوفي في هذا الباب لكي نتعرف على الفرق بشكل مفصلي باذن الله. بعد ذلك سنتناول الادوات اللازمه لاستخدام اكس ام ال، وسنقوم بانشاء اول ملف اكس ام ال خلال حصتنا هذه عبر التعرف على المقدمه البرولوج او كما يسميها البعض اكس ام ال ديكلاريشن. سنتعرف ايضا على الجذر الرئيسي الروت، وسنتعرف على الاوسمه تاجز والعناصر اليمنتس والخصائص اتريبيوتس، وسوف نتعرف على الرولز او قواعد كتابه المحتوى داخل الاوسمه. ثم بعد ذلك سوف نتناول التعليقات الكومنتس ومفهوم اكس ام ال ويل فورمد. وفي ملخص الحصه سنقوم يعني بانجاز تلخيص، وسنختم ان شاء الله بتمرين اختباري يحدد هل استفدنا من هذه الحصه ام لا. طيب لنبدا على بركه الله. ما هي لغه اكس ام ال ولماذا نستعملها؟ الاكس ام ال هي كلمه مختصره لاكستنسيبل مارك اب لانجويج، وطبعا لو ترجمنا هذه الكلمات الى اللغه العربيه سنحصل على لغه الترميز القابله للامتداد. هذه اللغه عرفت انتشارا واسعا بسبب سهولتها وكفاءتها العاليه، اذ بات من النادر جدا ان تجد تطبيقا على الانترنت او على الحواسيب لا يستخدمها. اكستنسيبل مارك اب لانجويج هو يعني كلمات مكون من ثلاث اجزاء، عندنا الاكستنسيبل والمارك اب واللانجويج. بالنسبه للجزء الاول هو اكستنسيبل، يعني لغه الاكس ام ال هي لغه قابله للامتداد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انها تسمح للمطور او المبرمج بانشاء اوسمه خاصه به، على عكس اتش تي ام ال التي تحتوي على اوسمه خاصه بها ولا يستطيع المبرمج ابدا انشاء اي اوسمه له. ايضا مارك اب يعني ترميزيه لانها تستخدم مفهوم الاوسمه تاكس مثل لغه اتش تي ام ال. ولانجويج يعني لغه، هي لغه في المعلومات، واللغات في المعلومات اخواني واخواتي تنقسم الى ثلاث انواع سوف نراها بالتفصيل باذن الله. هنالك لغات برمجيه، وهنالك لغات استعلامات، وهنالك لغات وصفيه. لكن قبل ان نتناول هذه المفاهيم دعونا نتعرف على اصل الاكس ام ال، من اين اتت الاكس ام ال. في بدايه عهد الانترنت كانت الحواسيب والبرامج تتبادل البيانات فيما بينها عبر استخدام الملفات النصيه فايلز، وكان هذا النوع من التبادل ومشاركه البيانات معقد جدا، لان تخزين البيانات في الملفات يستلزم الانضباط لمجموعه من القواعد التي تسمى قواعد التخزين storage rules، بحيث هنالك يعني تخزين مباشر، هنالك تخزين عشوائي، هنالك تخزين تسلسلي، وانواع اخرى من التخزين، وكل نوع من هذه الانواع له ضوابطه. لكن عموما حتى نفهم مفهوم التخزين، فهو قديما يعني في الملفات النصيه كان يتم عبر استعمال فواصل او عوارض او ترك فراغات بين البيانات، دلاله على انتهاء جزء من البيانات وبدايه جزء اخر. وطبعا للاستفاضه في باب التخزين تخزين البيانات تستطيعون العوده الى كتاب الشرح الوافي، فهو يتناول هذا المفهوم بشكل مفصل. باختصار، المشكله في مشاركه البيانات بين البرامج والانظمه عبر استخدام الملفات هو عدم توحيد القواعد، فكل ملف له ضوابطه وقواعده، وبالتالي يصعب التعامل معها. فكانت الحاجه شديده جدا لانشاء نوع من الملفات يحتوي على شكل موحد يستطيع كل المبرمجون التعامل معه وفق ضوابط موحده. وكما يقال الحاجه ام الاختراع، او الحاجه ام الاختراع. بالفعل تم اصدار اول لغه امتداديه وكانت تحمل اسم اس جي ام ال، وهي اختصار ل ستاندر جنرالايزد مارك اب لانجويج. كانت هذه اللغه، لغه اس جي ام ال، لغه قويه جدا لانها تعتمد على اسلوب الترميز، وهو نفس الاسلوب الذي تستخدمه الاكس ام ال والاتش تي ام ال. وبالمناسبه لغه الاتش تي ام ال والاكس ام ال هما لغتان خرجتا من رحم لغه اس جي ام ال. مع ذلك كانت لغه اس جي ام ال صعبه جدا ومعقده، مما دفع سله من المبرمجين الى اطلاق لغه جديده تعتمد على اسس اس جي ام ال، ولكنها سهله الاستخدام وسهله القراءه من طرف البرامج ومن طرف الانسان العادي. هذه اللغه التي تم انتاجها بالاعتماد على اس جي ام ال هي الاكس ام ال، وتم اعتماد نسخه اكس ام ال 1.0 من طرف مؤسسه الدبليو 3 سي في العاشر من فبراير من عام 1998 على انها لغه قياسيه. بالنسبه للغه اكس ام ال اخواني واخواتي، فهي تستخدم لتخزين وتنظيم البيانات بشكل تشعيبي ليسهل على البرامج استعمالها. وكمثال على ذلك نذكر ملفات الاعدادات فايلز كونفيجريشن، يعني جميع البرامج مع استثناءات قليله، يعني لو اخذنا اي برنامج ادوب فوتوشوب، برنامج نوت باد، برنامج مايكروسوفت بانت، كل هذه البرامج تستخدم اكس ام ال من اجل ملفات الاعدادات.
وملفات الإعدادات كما هو معلوم إخواني وأخواتي تستخدم من أجل حفظ إعدادات البرنامج، مثلا خطوط البرنامج، ألوان البرنامج، خلفية البرنامج، حجم البرنامج وما إلى ذلك. كل هذه القيم تخزن في ملف يكون بامتداد XML. وسنرى بحول الله الآن مثال عملي. سنعمل سكرين شير، سنشاهد مثال عملي إن شاء الله. لكيفية استخدام XML في إنشاء ملفات الـ Configuration. لكن يقول لي هنالك مشكل في الجافا. سنعمل Start Screen Share. إخواني دقيقة نقوم بتفعيل الجافا. وسامحوني سامحوني جدا والله العظيم أنا متعب جدا، وسامحوني إذا قصرت في الشرح أو كنت مسرعا نوعا ما. عموما هنالك مشكل إخواني وأخواتي، أنا الآن أريد أن أعمل شير للسكرين لكن هنالك مشكل في الجافا. لكن دعونا نكمل. قلنا بأن الـ XML تستخدم لتخزين وتنظيم البيانات بشكل تشعيبي. شكل تشعيبي يعني تستخدم أوسمة، وطريقة الأوسمة هي فعالة جدا من أجل التعامل مع البيانات بحيث يسهل استخدامها من طرف التطبيقات المختلفة. قلنا كمثال على ذلك نذكر ملفات الإعدادات. ملفات الإعدادات جميعها تستخدم XML، كما تستخدم الـ XML لتبادل البيانات بين السيرفر وبين البرامج أو بين البرامج فيما بينها. لنوضح هذه النقطة إخواني وأخواتي، الـ XML وركزوا معي جيدا بارك الله فيكم، قلنا الـ XML تستخدم لتبادل البيانات بين السيرفر وبين البرامج أو بين البرامج فيما بينها. طيب نبدأ بالجزء الأول، الـ XML تستخدم لتبادل البيانات بين السيرفر وبين البرامج. لكي نفهم هذا الجزء ينبغي أن نذكر مثالا عمليا. الآن أعتقد إخواني وأخواتي أننا كلنا نستخدم تطبيقات في هواتفنا في الموبايلز، هنالك applications منصبة على الموبايلز، وهنالك بعض التطبيقات التي تحتاج إلى تحديث يومي، يعني يوميا تحتاج إلى تحديث البيانات. وعلى سبيل المثال تطبيق الآذان الذي ننصبه على هواتفنا بغية تنبيهنا بأوقات الآذان. تعرفون تطبيق الآذان؟ يعني مثلا يصل وقت صلاة العصر يقوم الهاتف بالتنبيه. هذا التطبيق إخواني وأخواتي هو يستخدم XML، لكن كيف يستخدم ذلك؟ كيف يقوم بطلب تحديثات من السيرفر ويقوم بقراءتها من ملف XML؟ أول شيء التطبيق في كل لحظة وثانية يقوم بإرسال تنبيه إلى السيرفر من أجل تنبيهه بتهيئة التحديثات الجديدة، والتحديثات الجديدة تكون موجودة على مستوى السيرفر طبعا، على مستوى قاعدة البيانات. السيرفر بعد أن يتلقى هذا التنبيه يعني request من التطبيق من الكلاينت، ما الذي يفعله؟ يقوم بإرسال آخر التحديثات إلى ملف XML، لأن السيرفر ليس مطالبا بأن يكون متوافقا مع التطبيق. يعني سواء كان السيرفر موجود على نظام لينكس والتطبيق ISP.NET، مع العلم أن ISP.NET لا تشتغل على لينكس، فبإمكاننا أخذ البيانات من سيرفر منصب على لينكس وسط صفحة ISP.NET بالاعتماد على XML. يعني السيرفر يقوم بإرسال التحديثات إلى ملف XML، وطبعا ملف XML هو مفهوم بالنسبة للينكس ومفهوم بالنسبة لصفحات ISP.NET. فهمتم كيف إخواني وأخواتي؟ سنرى هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله. ما هي لغة XML ولماذا نستعملها؟ الهدف الأساسي وراء إنشاء لغة XML هو ابتكار تقنية متطورة لتبادل البيانات بين البرامج والأنظمة المختلفة. وغالبا ما يتم استخدام XML لتبادل البيانات بين السيرفر وبين البرنامج العميل كما ذكرنا قبل قليل. كما يمكننا استخدام XML من أجل تخزين البيانات بشكل منظم ومنسق لكي نتعامل معها في تطبيقاتنا كما لو أنها قاعدة بيانات. يعني بإمكاننا استخدام ملف XML بمثابة قاعدة بيانات، لكن لا ينصح بذلك إذا كان سيتم تخزين بيانات ضخمة. يعني في حالة ما كان البيانات التي نريد تخزينها في ملف XML بيانات كثيرة جدا، فمن غير المنصوح أن نستخدم XML كقاعدة بيانات لأن حجمه سيزيد كثير جدا. والخيار الأمثل هو استخدام أنظمة قواعد بيانات متكاملة مثل أوراكل أو SQL سيرفر. بالنسبة لطريقة تبادل البيانات بين السيرفر وبين الأبليكيشنز، فهنا عندنا إخواني وأخواتي رسم توضيحي بسيط يوضح هذا الأمر. هنا عندنا هاتف مثلا أو أي جهاز آخر، حاسوب أو آيباد. عندنا هاتف، الهاتف مثلا يستخدم تطبيق معين وليكن مثلا كما قلنا قبل قليل تطبيق الآذان.
تطبيق الاذان يقوم بارسال طلب تحديثات للسيرفر، يقول له يا سيرفر هيئ لي اخر التحديثات لانني احتاجها، لانه من غير المعقول ان يؤذن مثلا الاذان يوميا في وقت ثابت. مواقيت الاذان متغيره بشكل يومي، لذلك فالتطبيق يرسل رساله الى السيرفر من اجل طلب اخر التحديثات. السيرفر لا يتواصل بشكل مباشر مع الابلكيشن، وانما يقوم بتهيئه البيانات ويرسلها الى ملف XML، ثم بعد ذلك ياتي التطبيق ويقوم باستلام هذه التحديثات ويستخدمها بكل سهوله، لان XML مفهومه من طرف التطبيق ومفهومه من طرف السيرفر، هي بمثابه لغه وسيطه انجاز الوصف، هي لغه وسيطه تستخدم بين الانظمه المختلفه وايضا بين الانظمه المتوافقه. انواع اللغات في المعلومات اخواني واخواتي، ذكرنا في اول الحصه ان هنالك ثلاث انواع، هنالك لغات برمجيه وهنالك لغات استعلاميه وهنالك لغات وصفيه. ما معنى كل هذه اللغات؟ اللغات البرمجيه كما هو جلي وظاهر من اسمها هي لغات نستخدمها من اجل انشاء برامج او انشاء تطبيقات او انشاء مواقع او انشاء العاب وغير ذلك، يعني نبرمج بها، تسمى programming languages. وهنالك العديد من لغات البرمجه وهي معروفه جدا، مثل لغه جافا، لغه سي شارب، لغه سي بلس بلس، لغه الفيجوال بيزك دوت نت، هذه كلها لغات برمجيه تمكننا من برمجه تطبيقات. الصنف الثاني من اللغات في المعلومات هنالك لغات استعلاميه، كويري لانجويجز. هذا النوع من اللغات يستخدم من اجل مخاطبه قواعد البيانات، وابرز مثال للغات الاستعلاميه نذكر لغه الاس كيو ال، Structured Query Language، وأعتقد العديد منكم قد سمعوا بهذه الكلمة، وتقريبا العديد منكم يستخدمونها في تطبيقاتهم. لغة SQL هي لغة لمخاطبة قواعد البيانات العلائقية أو أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية، Relational Database Management System، التي يرمز لها اختصارا ب SGDBMS. Relational Database Management Systems هي برامج مثل Oracle، مثل SQL Server، مثل برنامج Microsoft Access، مثل ماي اس كيو سيرفر، هذه كلها برامج تستخدم قواعد بيانات علائقيه، يعني ممكن وصل الجداول فيما بينها بواسطه علاقات ريليشنز. اللغات الاستعلاميه قلنا ابرز مثال لها لغه الاس كيو ال. في الاخير عندنا لغات وصفيه، ديسكريبتيف لانجويجز. الديسكريبتيف لانجويجز او لغات وصفيه هي لغات نستخدمها من اجل وصف البيانات، واشهر لغه وصفيه هي لغه الاتش تي ام ال التي نستخدمها من اجل عرض البيانات في صفحات الويب. ايضا لغه XML تنتمي الى هذا الصنف. لغه XML ليست لغه برمجيه، لنصحح مفاهيمنا اخواني واخواتي، لغه XML ليست لغه برمجيه لاننا لا نبرمج بها، وليست لغه استعلاميه لاننا لا نستعلم بها عن البيانات الموجوده في قواعد البيانات، ولكن نستخدمها من اجل وصف وتنظيم وتنسيق وترتيب البيانات. وضحت الفكره اخواني واخواتي؟ على بركه الله. بالنسبه لامثله واقعيه على استخدام XML، هناك العديد يعني من التطبيقات والبرامج التي تستخدم الـ XML. نذكر أول مثال وهو تبادل البيانات، البرامج كلاينت سيرفر التي تكون التطبيقات موصولة بسيرفر. هذه البرامج غالبا ما تستخدم XML من أجل توحيد البيانات، يعني سواء كان التطبيق مبرمج بلغة لا يدعمها السيرفر يتم وصلها عبر ملفات XML. أيضا نستخدم XML من أجل إنشاء ملفات الإعدادات كما رأينا قبل قليل، ونستخدم XML بشكل قوي في نسخة الويب 2.0 خاصة مع الأجاكس، والأجاكس هي لغة قوية جدا ومعروفة، والأجاكس هي اختصار لـ Asynchronous JavaScript and XML. وكما تلاحظون من خلال الاسم الظاهر أن الـ XML هي يعني ركيزة أو عمود أساسي في الأجاكس. أيضا نستخدم الـ XML في تقنية الـ RSS، الـ RSS التي تقوم يعني بنقل الأخبار تلقائيا بين الصفحات أو بين البريد الإلكتروني. هنا نلخص إخواني وأخواتي مزايا الـ XML، ما الذي يدفعنا إلى استخدام الـ XML؟ أول شيء هو تبادل البيانات بين البرامج وبين الأنظمة المختلفة، يعني هذه نقطة قوية جدا في الـ XML، تمكننا من تبادل البيانات بين البرامج وبين الأنظمة المختلفة بشكل سهل جدا. الميزة الثانية أو النقطة الإيجابية الثانية وهي تنظيم البيانات وتنسيقها بشكل يجعل قراءتها سهلة من طرف التطبيقات. كل التطبيقات مهما كانت لغة البرمجة التي صممت بها تستطيع قراءة لغة XML لأنها لغة عالمية ستاندر. الميزة الثالثة وهي الدعم الكامل لمجموعة من التقنيات القوية. لغة XML تدعم يعني سلة كثيرة من، طيب الآن صلاة المغرب نتوقف إخواني وأخواتي.
أيضا عندنا هنا في المغرب أذان صلاة العصر، سنتوقف قليلا إخواني أخواتي لأداء الصلاة، أستسمح العرض بالكمطازية. نواصل إخواني وأخواتي. قلت من مزايا الـ XML أنها تستخدم من أجل تبادل البيانات بين البرامج وبين الأنظمة المختلفة، وذكرنا مثالا على ذلك برنامج الأذان الذي قلنا يرسل تحديثات يومية إلى السيرفر، والسيرفر بدوره يقوم بتهيئة هذه التحديثات ويضعها في ملف XML، ثم يأتي هذا التطبيق ويأخذ هذه التحديثات ويستعملها. وبالمناسبة يعني أنا أذكر يعني في امتحان التخرج كان عندي صديق قام بفكرة جميلة جدا، وهي أنه قام بإنشاء مشروع عادي كلاينت سيرفر، لكن ما هو الرائع في فكرته هو أن برنامجه غير مرتبط بنوع معين من قواعد البيانات. يعني البرنامج الذي قام بإنشائه أنشأه بلغة الفيجوال بيزك دوت نت، لكن قاعدة البيانات لا يهم، سواء كانت SQL سيرفر أو أوراكل أو أكسس لا يهم. كيف فعل ذلك؟ قام باستخدام الـ XML بالشكل التالي، يعني قبل أن يقوم بإرسال أو جلب البيانات من السيرفر يتحقق من طبيعة السيرفر، يعني يقوم بتخزين البيانات مؤقتا في ملف XML، وبعد أن يتحقق من نوعية السيرفر يقوم بتهيئة البيانات بالشكل الموافق للسيرفر ثم يرسلها بكل بساطة. هذه المزية الأولى، تبادل البيانات. المزية الثانية إخواني وأخواتي وهي تنظيم البيانات وتنسيقها بشكل يجعل قراءتها سهلة من قبل التطبيقات. وبالمناسبة سأذكر مثالا بسيطا، قلنا ملفات الإعدادات كلها تستخدم XML، تذكروا جيدا هذه النقطة. وسنعمل شير سكرين ونرى مثالا عمليا، نأخذ أي برنامج من البروجرام فايلز، وستلاحظون بأن فعلا والمرجو من الأخ أحمد أو الأخت نجلاء يعني إذا حدث خلل في الشير أن يتم تنبيه، بارك الله فيكم. ندخل إلى البروجرام فايلز وسنقوم بالدخول يعني اعتباطيا إلى أي برنامج. بروجرامز أي برنامج، وليكن مثلا برنامج النوت باد بلس بلس الذي يستخدم لتحرير الشفرات. ندخل إليه سنجده مكون من بعض ملفات XML، لاحظوا هنا ستايلرز وهنا الشورت كاتس هنا اللينكس، هذه كلها ملفات XML وكلها ملفات إعدادات. طيب لندخل في الأول إلى ملف اللينكس، نقوم بفتحه بنوت باد بلس ونشاهد بنية ملف الـ XML الذي يستخدم في الإعدادات. انتبهوا جيدا إخواني وأخواتي، عندنا هنا ملف اللغات في ملف نوت باد بلس بلس. طبعا هذه اللغات المعرفة هنا، لاحظوا الـ Elements Language يقوم بعرض اسم اللغة هنا الـ Action Script، ثم بعد ذلك يحتوي على وسمين الـ Keywords Instruction يعني الأوامر، هذه كلمات محجوزة في الأكشن سكريبت، يعني حينما يكون المستخدم قد اختار لغة الأكشن سكريبت من هنا مثلا، أين هي سكريبت؟ يعني لغة من هذه اللغات، حينما يقوم باختيار لغة يتم تلوين محتوى الملف أو تلوين الكلمات المحجوزة التي تنتمي إلى هذه اللغة. لاحظوا يعني نأخذ أي لغة مثلا وتكون لغة الـ ISP، لغة الـ ISP هي لغة معروفة في تصميم صفحات الويب الدينامية. لاحظوا بالنسبة للـ Instructions إذا كان النص يحتوي على add handler أو address of أو and also سيعتبرها كلمات محجوزة وسيتم تلوينها بلون خاص. أيضا لو لاحظنا أي لغة أخرى مثلا لغة الباش أو لغة الباتش أو لغة سي، لغة سي تنقسم إلى قسمين، عندنا instructions الأوامر ستجدون if و else و switch و case إلى آخره، وستجدون type يعني الأنواع سيتم تلوينها بلون آخر، لدينا النوع void النوع struct النوع union إلى آخره. هذا فيما يخص ملف الإعدادات الخاص باللغات في ملف الخاص ببرنامج نوت باد بلس بلس. ناخذ اي ملف اخر مثلا برنامج شورت كاتس او ملف شورت كاتس، هذا اعتقد يستخدم اختصارات تماما. لاحظوا اخواني واخواتي عندي هنا الجذر يوزر ديفايند كومنتس يحتوي على مجموعه من الاوامر. هنا الامر الاول يقول مثلا حينما يقوم المستخدم بالضغط على كنترول يعني قيمه كنترول يس وقيمه الت يس وقيمه شيفت يس والكي يساوي 89. 89 هذا ماذا يعني؟ هذا يعني الاسكي كود الموافق لرمز المفتاح المضغوط عليه. 89 اعتقد هو اكس، يعني هنا لو ضغطنا على كنترول والت واكس سيتم عمل فتح للفايرفوكس، سيعمل لانش ان فايرفوكس، سيتم فتح هذا الملف في متصفح الفايرفوكس. هذه نبذة مختصرة عن ملفات الاعدادات اخواني واخواتي شاهدناها. يعني لو اخذنا اي مثال اخر مثلا اي برنامج الادوب مثلا، ندخل الى برنامج ادوب دريم اوفر، سنجده أيضا يستخدم هذه الاختصارات. هنا مثلا سيكون موجود أعتقد في الكونفيجريشن، لاحظوا XML config ملف الكونفيج keyboard layouts dot XML هذه كلها ملفات إعدادات. الفيرشن أيضا نسخة Dreamweaver موجودة في ملف XML، يقوم البرنامج بأخذ القيم من ملفات الإعدادات. يعني هذا مثال مبسط
على كيفية استخدام الـ XML في الإعدادات. المزية، المزية الثالثة إخواني وأخواتي، وهي الدعم الكامل لمجموعة من التقنيات القوية. هنالك مجموعة من التقنيات القوية التي تستخدم XML، ذكرنا الأجاكس التي تستخدم من أجل إضافة تقنيات و يعني وتأثيرات في صفحات الويب، تقنيات رائعة جدا أبرزها الموجودة في الفيسبوك وفي جوجل. أيضا إمكانية الـ XML احتواء أنواع بيانات عديدة. الـ XML يعني ليس مرتبطا بنوع معين فقط لاحتواء مثلا البيانات النصية، لا غير صحيح. الـ XML ممكن أن يحتوي على بيانات نصية، ممكن أن يحتوي على بيانات ثنائية وغير ذلك. أيضا الـ XML تمكن المبرمج من إنشاء أوسمته الخاصة، وهذا ما يصطلح عليه بـ Extensible، تمكننا من إنشاء أوسمة خاصة بنا. الميزة الأخيرة وهي أنها غير مرتبطة بنظام معين أو بيئة معينة، هي ليست مرتبطة باللينكس أو بالويندوز أو ببيئة معينة مثلا بالفيجوال ستوديو أو النت بينت، لا غير صحيح، هي تشتغل على كل الأنظمة وعلى كل البيئات. ننتقل. طيب هنا ما هو الفرق بين الـ XML والـ HTML؟ طبعا هنالك فرق شاسع والتشابه فقط في الشكل. بالنسبة للـ XML فهي تستعمل كما قلنا بغرض تنظيم البيانات، بينما الـ HTML هي تستخدم لتصميم صفحات الويب، أي من أجل عرض البيانات في متصفحات الويب. أيضا في الـ HTML الأوسمة لها معنى، حينما نسمع مثلا في الـ HTML الوسم فونت، فهو يمكننا من إضافة تأثيرات على الخط مثلا، بينما الوسم فونت نفسه في الـ XML لا معنى له. يعني الأوسمة في الـ HTML لها تأثير، بينما الأوسمة في الـ XML ليس لها تأثير، ولكن تعطى لها هذه القيمة وهذا المعنى من خلال البرنامج والتطبيق الذي يستخدم هذا الملف الـ XML. مثلا الجملة التالية في الـ HTML عند عرضها، هذه الجملة لو عرضناها في الـ HTML سيظهر لنا نص عريض ومسطر، بينما نفس الجملة في الـ XML ليس لها معنى. يعني لو قمنا بمشاهدة هذه الجملة في متصفح ويب بعد تخزينها في ملف XML فليس لها معنى، ستقوم بعرضها كما هي. هذا فيما يخص الفرق بين الـ XML وبين الـ HTML. الأدوات اللازمة، هنا إخواني وأخواتي سنتعرف على الأدوات التي سنحتاجها من أجل استخدام الـ XML. طبعا الأدوات بسيطة جدا وموجودة على جميع الحواسيب. سنحتاج إلى محرر شفرات مثل مفكرة نوتباد، يعني نوتباد عادية أو نوتباد بلس بلس وهي اختيار صائب، أو برنامج دريموفر، أو برنامج الفيجوال ستوديو دوت نت، أو الـ PHP ديزاينر، أو النت بينز، يعني أي بيئة وأي برنامج يمكننا من كتابة الشفرات بإمكاننا استخدامه كمحرر لـ XML. وسنحتاج أيضا إلى متصفح ويب براوزر لاستعراض النتائج، يعني إنترنت إكسبلورر أو موزيلا فايرفوكس أو جوجل كروم أو سفاري أو غير ذلك، لنشاهد النتائج على المتصفح. طيب لنهيئ هذه الأمور إخواني وأخواتي، سنقوم أولا بفتح برنامج النوتباد بلس بلس. هذه المفكرة العادية المرفقة مع الويندوز بإمكانكم استخدامها أيضا، تمكننا من إنشاء ملف XML، لكن أفضل نوتباد بلس لأنها تحتوي على خاصية التلوين وتنسيق الأوسمة. طبعا برنامج نوتباد بلس بلس هو برنامج مجاني تستطيعون تحميله من الموقع الرسمي له. هنا إخواني وأخواتي سنقوم بإنشاء ملف XML وسنقوم بحفظها بامتداد .xml، لأن كل الأنواع لها امتداد وامتداد XML هو .xml. هذا فيما يخص النوتباد بلس بلس التي سنستخدمها من أجل تحرير شفرات XML. بالنسبة للمتصفح سنستخدم جوجل كروم مثلا، أو نستخدم موزيلا فايرفوكس أو الإنترنت إكسبلورر، ما في مشكلة، يعني أي متصفح من هذه المتصفحات استخدمناه فهو يفي بالغرض. عموما سنستخدم جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس. هذا فيما يخص الأدوات التي سنحتاجها بإذن الله. مبدئيا سنحتاج الى نوتباد بلس بلس والى متصفح، لكن في المحاضرات الاخيره ان شاء الله حينما نصل الى البرمجه بالـ XML يعني في الفيجوال ستوديو دوت نت، سنحتاج الى برنامج الفيجوال ستوديو دوت نت وتحديدا النسخ التي اتت بعد الفريم ورك 3.5، يعني النسخه 3.5 من الفريم ورك، يعني ابتداء من الفيجوال ستوديو 2008 فما فوق. الان على بركه الله سوف نقوم بانشاء اول ملف XML لنا، وهنا يقول مثل جميع الملفات فإن ملف XML يكون له امتداد، وامتداد ملف XML هو .xml قلناها قبل قليل. ملف XML يتكون من جزئين، يتكون من مقدمة prologue ويتكون من محتوى content.
ايضا ينبغي الحذر عند انشاء ملف XML، وينبغي ان يكون بتكوين جيد يعني ويل فورمت، ولن يكون كذلك الا اذا كان يحترم قواعد وضوابط XML. يمكنك مشاهدة محتوى ملف XML حينما تقوم بانشاء ملف معين في XML. يمكنك مشاهدته واستعراضه عبر فتحه بواسطة احد البرامج التي تستخدم XML Parser. والXML Parser هو برنامج مدمج مع بعض البرامج او بعض المتصفحات يستخدم من اجل قراءة ومعالجة XML. مثلا الانترنت اكسبلورر يستخدم مايكروسوفت XML Parser لكي يقوم بقراءة ومعالجة بيانات XML. بعد فتح الملف ستظهر لك النتيجة، يعني بعد تغيير خصائصها بواسطة XSL الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في حصة تحويل XML إلى HTML بواسطة XSL. ننتقل إلى السلايد التالي. الآن على بركة الله سنقوم بالتطبيق العملي. قلنا أول شيء نبدأ به عند كتابة XML هو سطر الإعلان البرولوج، ويسميه بعض الإخوة XML Declaration، والذي يكون بهذا الشكل. عندنا معقوفة منزوية ثم علامة التعجب أو علامة استفهام عفوا، ثم الكلمة المحجوزة XML والخاصية version تساوي 1.0. هذه نسخة الـ XML، يعني الـ version الخاصة بالـ XML الذي سنستخدمه. أولا للإشارة فقط، فسطر الإعلان منصوح به، هذا السطر البرولوج منصوح به، لكنه ليس ضروريا في نسخة XML 1.0. في النسخة التي سنحتاجها ليس مهما أن نستخدم هذا البرولوج، لأنه يمكننا الاستغناء عنه وكتابة محتوى XML مباشرة. لكن حذاري، في نسخة XML 1.1 يعني حينما نستخدم XML 1.1 فإن تعريف المقدمة يعني استخدام البرولوج هو إجباري، ويعتبر ملف XML في نسخة XML 1.1 من دون المقدمة ملفا مختلا Not well formatted. طيب تعالوا بنا على بركة الله نقوم بإنشاء أول ملف XML. قلنا أول شيء نأتي إلى برنامج النوتباد بلس بلس ونقوم بإنشاء البرولوج. البرولوج قلنا صيغته بهذا الشكل XML ثم الخاصية الأتريبيوت فيرشن يساوي 1.0 ثم علامة استفهام ثم نغلق. ولكي نقوم بتلوين هذه الشفرات نأتي إلى Language ونقوم باختيار XML. لاحظوا الآن سيتم اعتبار الأوامر المكتوبة في هذه الصفحة هي أوامر XML. هذا الجزء الأول الذي يتكون منه ملف XML. الجزء الثاني وهو المحتوى Content سنتعرف عليه إن شاء الله الآن أيضا. بالنسبة للمحتوى فهو يتكون من مجموعة من الأجزاء، لكن قبل أن ننتقل للمحتوى سنقرأ قليلا عن البرولوج. قلنا في سطر الإعلان يمكننا كتابة مجموعة من الخصائص الأخرى ونعطيها قيما لكي نسهل على الـ XML Parser عملية معالجة محتوى ملف XML. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه بإمكاني يقول طيب قلنا إخواني وأخواتي بإمكاننا إضافة مجموعة من الخصائص داخل البرولوج. مثلا عندنا الخاصية أنكودين، هذه الخاصية تأخذ قيمة الترميز، يعني الترميز وفق البيانات المكتوبة في XML حسب اللغة المكتوبة بالـ XML. وعندنا الترميز ANSI وهو يسمح باللغة الإنجليزية، لذلك سنتفاداه لأنه بالإمكان أن نستخدم أوسمة باللغة العربية، لذلك سنستخدم الترميز الأحادي اليونيكود، إما UTF 8 وهو الأفضل، أو نستخدم UTF 16. وطبعا الفرق بينهما معروف، الـ UTF 8 يقوم بحجز بايت واحد لكل حرف مع استثناء بسيط، هناك بعض الحروف يحجز لها 2 بايت، لكن في الترميز UTF 16 يقوم بحجز 2 بايت لكل الحروف، لذلك سنستخدم الـ UTF 8 لأنه هو الاختيار الصائب. هذا فيما يخص الترميز الأنكودين أتريبيوت. أيضا عندنا الخاصية الأخرى إخواني وأخواتي وهي خاصية Stand Alone. ما معنى الخاصية Stand Alone؟ الخاصية Stand Alone تأخذ قيمتين إما Yes أو No، وهذه القيمة مرتبطة بملف XML، يعني ملف XML الذي نشتغل عليه حاليا هل هو مرتبط بملفات خارجية أو غير مرتبط بملفات خارجية. افتراضيا يعني By Default تكون قيمتها No، يعني ملف XML هو ملف مستقل، أو عفوا هو ملف مرتبط بملفات خارجية، مثلا ملف DTD، ملف CSS، ملف XSL وغير ذلك. لو أعطيناه القيمة Yes فالمعالج الـ XML Parser لن يقوم بربط الـ XML بالملفات الخارجية لأنه يعتبره ملفا مستقلا بحد ذاته ومعزولا عن ملفات أخرى.
هذا فيما يخص الخاصية encoding التي قلنا تستخدم للترميز، والخاصية standalone للدلالة على ارتباط ملف XML بملفات خارجية من عدمه. بالنسبة للبرولوج أعتقد تعرفنا على الخاصيات اللازمة أو الخصائص اللازمة. عندنا أيضا توجد الخاصية standalone ذكرناها. وبالنسبة للمحتوى إخواني وأخواتي، فأول جزء في المحتوى هو الجذر الرئيسي الذي يسمى روت. الجذر الرئيسي هو العنصر الذي نبتدئ به محتوى ملف الـ XML، وهو الذي يحتوي على باقي العناصر الفرعية. وملف الـ XML ينبغي أن يحتوي على جذر واحد، يعني على روت واحد، لا يمكن أن يحتوي على جذرين. نعطي مثال بسيط. على فرض أننا نريد حفظ بيانات الكتب مثلا، عندنا الروت هو البوكس، يعني الكتب. نفتح الوسم ثم نقوم بإغلاقه، وهنا داخل هذا الجذر نقوم بكتابة العناصر الفرعية، مثلا الكتاب الأول وتفاصيل الكتاب الأول، الكتاب الثاني تفاصيل الكتاب الثاني إلى آخره. هذا فيما يخص الروت. أيضا عندنا الأوسمة. الأوسمة إخواني وأخواتي لو كانت عندكم دراية في HTML فسوف تكونون يعني على علم بالأوسمة. الأوسمة هي كلمة نكتبها لوصف بيانات معينة، ونضع هذه الكلمة بين رمزي أصغر من ورمز أكبر من، وكل وسم نقوم بفتحه ينبغي أن نقوم بإغلاقه، ونستخدم الأوسمة لتنسيق البيانات وكتابتها بشكل مرتب ومنظم يسهل علينا قراءته كبشر، كما يسهل على التطبيقات استخراج البيانات منه بسهولة. لاحظوا هنا عندي ملف XML جاهز، هنا السطر الأول وهو البرولوج، ثم بعد ذلك عندي الروت يعني الجذر، وهذا الجذر يحتوي على عنصر وحيد يعني طاق. هذا هو الوسم، عندي وسم يفتح في الأول ثم تكتب قيمة الوسم، ثم في الأخير نقوم بإغلاق الوسم. أيضا عندنا مفهوم الإليمنتس لكن سنراه بعد قليل. الأوسمة إخواني وأخواتي يمكن للوسم أن يضم داخله أوسمة أخرى كما يعرض الأنموذج التالي. لاحظوا هنا عندي وسم بوك يضم داخله أوسمة أخرى، فيه يعني عنوان الكتاب ومؤلف الكتاب، يعني وسم داخله أوسمة أخرى، هذه الكتابة صحيحة. أيضا عندنا في الـ XML مفهوم الـ Elements العناصر. العنصر هو الوصف الكامل لجزء معين من البيانات، وهو يضم وسم البداية ووسم النهاية ومحتوى الوسم، يعني كل هذا السطر وسم البداية زائد محتوى الوسم زائد وسم النهاية يسمى Elements، يسمى عنصر. يعني لو أتينا إلى هنا وقمنا بإنشاء مثلا الكتاب الأول، مثلا تايتل مثلا ماي بوك، ثم قمنا بإغلاق الوسم هنا عفوا تايتل، هذا كله يسمى إليمنت. هذا السطر كاملا وسم البداية زائد وسم النهاية زائد قيمة الوسم يسمى إليمنت، يسمى عنصر. هذا السطر لوحده يسمى وسم، وهذا أيضا يسمى وسم، الأول للفتح والثاني للإغلاق. بينما هذا النص يسمى XML Text أو XML Content، محتوى الـ XML. هذا فيما يخص الـ Elements. هنا سنتعرف على قواعد كتابة الـ Elements. كل عنصر في الـ XML يحتاج إلى وسم الفتح ووسم الإغلاق، هذه قاعدة أولى. كل عنصر يحتاج إلى وسم فتح ووسم إغلاق. القاعدة الثانية الالتزام بقواعد تسمية العناصر، بحيث لا يقبل بدء الاسم إلا بحرف من الأحرف المعروفة، ولا يقبل الاسم الذي يبدأ برقم أو رمز باستثناء رمز الأندرسكور. معنى هذا الكلام إخواني وأخواتي، لو أني أتيت وكتبت تايتل مسبوقة برمز مثلا مسبوقة بالدولار، هذه كتابة خاطئة. حينما سيأتي الـ XML Parser ويقوم بمعالجة هذا الملف سيعتبره ملف مختل Not Well Formed. أيضا لو بدأت الكتابة برقم هذا أيضا خطأ، هذا خطأ سيتم اعتباره ملفا مختلا. ايضا يعني بالنسبه للرموز يسمح فقط بكتابه رمز الاندرسكور، يعني العارضه التي تكتب بالرمز 8 الاندرسكور، هذه مسموح بها. القاعده الثالثه اخواني واخواتي، يمكنك كتابه الارقام بعد اسم العنصر كما تشاء، يعني الارقام ممنوعه فقط في بدايه اسم العنصر، لكن في نهايه الاسم او وسط الاسم يمكنك كتابتها. ايضا لا يسمح ببدايه اسم العنصر بالكلمه المحجوزه XML، يعني لو اتيت وقمت بكتابة كلمة بهذا الشكل مثلا XML فهذا يعتبر خطأ، لأن هذه الكلمة محجوزة في XML ولا يمكن استخدامها
كوسم. لا يسمح بتضمين أسماء العناصر فراغات في البداية أو في الوسط أيضا، يعني لو كان الوسم يبدأ بفراغ بلانك في البداية فهذا سيعتبر خطأ عند معالجة هذا الملف. أيضا لو كان الملف يحتوي على فراغ في الوسط مثلا تايتل بوك هذا خطأ، لأنه لا يمكن كتابة فراغات في ملف الـ XML بين الأوسمة. وهذا مثال، هنا المثال الأول يعرض يعني فراغات في بداية الوسم، هذا يعتبر سطر خاطئ. أيضا السطر الثاني الإليمنت الثاني هو سطر خاطئ، لماذا؟ لأن العنصر يحتوي على فراغ في الوسط. هذا فيما يخص قواعد كتابة العناصر. عندنا إخواني وأخواتي في قواعد العناصر أيضا يرجى احترام ترتيب العناصر، بحيث لا يمكن كتابة العناصر بشكل متداخل كما يلي، يعني نبدأ الوسم ثم نأتي وقبل أن نغلق هذا الوسم نقوم بكتابة وسم ثاني، هذا يعتبر خطأ وغير مسموح في XML، بل ينبغي إغلاق كل عنصر قبل فتح عنصر آخر كما يعرض هذا المثال. لاحظوا نفتح الوسم الأول ونقوم بإغلاقه ثم الوسم الثاني ونقوم بإغلاقه. لا يسمح بكتابة الأوسمة المتداخلة في XML، لكن في HTML مسموح، في XML غير مسموح. عندنا أيضا إذا كان هنالك عنصر يحتوي قيمة فارغة فيمكنك تمثيله بالشكل التالي، يعني إذا كان هنالك عنصر لا يحتوي على قيمة فبإمكاننا كتابته بهذا الشكل أو بهذا الشكل، يعني نكتب وسم البداية ووسم النهاية ونترك المحتوى فارغا. الأوسمة حساسة جدا لحالة الأحرف، بحيث يلزمك كتابة وسم البداية بنفس هيئة وسم النهاية. الكتابة التالية يعني هذه الأوسمة كلها صحيحة وكل وسم يعتبر مخالف للوسم الآخر، لماذا؟ لأن حالة الأحرف مختلفة. لاحظوا هنا الوسم الأول أو الإليمنت الأول يحتوي على أوسمة مكتوبة بشكل صغير small letters، هنا الحرف الأول capital، هنا كل الكلمة capital، يعني هذه أوسمة مختلفة وليس هنالك مشكل، يعني لأن الـ XML يعني يعتبر الاختلاف في حالة الأحرف هو فارق بين الأوسمة. عندنا أيضا الخصائص attributes وهو مفهوم شبيه جدا بالعناصر، ونستعمل الـ attributes أو الخصائص لإضافة بعض البيانات التكميلية الواصفة للعنصر وصيغتها كما يلي. لاحظوا مثلا هنا book ID يساوي بيكا 1 والبرايس يساوي 30، هذا يسمى خاصية وهذه تسمى أيضا خاصية. سنقوم بكتابة مثال لها. عندنا هنا مثلا نقوم بتصحيح هذا العنصر، مثلا البوك الأول رقمه نمبر يساوي مثلا 4، هذه تسمى خاصية، وقيمة الخاصية تكتب دائما بين مزدوجتين ولا يسمح بكتابة الخاصية مرتين، يعني تكرارها مرتين، يعني لو أتيت وكتبت نفس الخاصية هنا مثلا وأعطيها قيمة أخرى هذا سيعتبر خطأ، لأنه لا يمكن تكرار الخاصية أكثر من مرة في نفس الوسم. هذا فيما يخص الـ attributes. قيمة الخاصية كما قلنا تكتب دائما بين مزدوجتين، لا يسمح بتكرار الخاصية أكثر من مرة في نفس الوسم، رأيناها أيضا. وقواعد تسمية الخصائص هي نفسها التي مرت معنا حينما تحدثنا عن العناصر، يعني نفس القواعد التي تخضع لها الـ elements تخضع لها أيضا الـ attributes. لدينا أيضا قواعد كتابة المحتوى داخل الأوسمة، يعني هذا النص الذي نكتبه بين الأوسمة ما هي القواعد التي يخضع لها؟ أول قاعدة وهي قيمة الخاصية تكتب دائما، عفوا لا، يعني هذا السطر يعني منسوخ من السلايد السابق، يعني هنا فيما يخص النص المكتوب داخل وسمي الفتح والإغلاق يعني الـ XML text فلا مشكلة في طول النص، يعني ممكن آتي إلى هنا وأكتب فقرة طويلة لا يوجد مشكلة، يعني طول النص ليس لا يسبب مشاكل، ويمكنك كتابة النص بالطول الذي تشاء. أيضا تستطيع تخزين بيانات ثنائية في عناصر الـ XML، مثلا عندي محتوى صورة أو مقطع صوتي أو فيديو محول إلى بيانات ثنائية إلى باينري داتا، بإمكاني تخزين هذه القيمة الثنائية داخل ملف XML. كما يمكنك كتابة نص بأية لغة تشاء داخل العنصر، لأن الـ XML عالمية يعني ستاندار، يعني سواء كتبنا باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو اليابانية كل الأحرف مدعمة في XML، لأن الـ XML هي لغة انترناشنال، لغة عالمية. بعض الرموز لا يسمح بكتابتها داخل
نص العنصر، يعني هناك استثناءات قليلة وهي المعروضة في هذا الجدول. لاحظوا إخواني وأخواتي هذه الرموز، يعني الـ AND commercial AND والأصغر من والأكبر من والمزدوجة الأحادي والمزدوجة الثنائية، هذه لا يسمح بكتابتها في العنصر. يعني لو أتيت وكتبت مثلا my book apostrophe name is كذا، هذا خطأ لأن النص يحتوي على apostrophe، وبالتالي ينبغي تبديل apostrophe بالقيمة المقابلة لها. ما هي القيمة المقابلة للأبوستروف؟ عفوا هنا هي أنت أبوس، يعني هنا سيتم تحويل هذا النص إلى أبوستروف. أيضا بالنسبة للأنت كوميرسيال مثلا، هذه التي تكتب لا يسمح بكتابتها داخل XML text، وينبغي تحويلها إلى هذا الشكل. يعني مثلا ماي بوكس كتبت بهذا الشكل وكتبت اسم معين، هنا سيعتبرها XML parser يعتبره خطأ وينبغي كتابته بهذا الشكل. and بهذا الشكل الآن سيتم عرضها على أنها and. هذا فيما يخص قواعد كتابة المحتوى داخل الأوسمة. التعليقات الكومنتس، التعليقات إخواني وأخواتي هي معروفة جدا في كل اللغات في المعلوميات، وهي تستخدم يعني من أجل عنوانات النص، وهي عبارات يعني يتم تجاهلها بواسطة المترجم بواسطة XML parser، وتستخدم فقط للعنوانة أو كتابة توضيحات، وصيغتها كما يلي: نكتب التعليق في XML بهذه الصيغة، يعني مثلا نأتي إلى هنا ونكتب تعليق معين بهذا الشكل This is a comment، ثم نغلقه. بنفس الطريقة أستطيع كتابة يعني comments multi line، يعني بالعديد من الأسطر comments 2 إلى آخره. يعني بهذه الطريقة نستطيع كتابة التعليقات في XML. هنا يقول متى يكون ملف XML قياسيا، يعني متى أستطيع إنشاء ملف يستطيع مبرمج آخر أن يستعمله، يعني ملف قياسي well formed. طبعا إذا قمت بالانضباط لجميع القواعد التي ذكرناها فإنك ستنشئ ملف XML well formed، أي أن ملف أي أن الملف إذا كان منسق ومراعي لقواعد XML يمكنك مشاركته مع مختلف أنظمة وتطبيقات. باختصار فإن ملف XML، يعني هنا سنذكر خلاصة بسيطة للقواعد التي رأيناها، فإن ملف XML يعتبر ملفا جيد الهيكلة well formed إذا كان يحتوي على جذر وحيد، يعني يحتوي على روت، وإذا كان يحتوي على عناصر وخصائص خاضعة لقوانين التسمية naming rules، وإذا كانت كل الأوسمة المفتوحة تم إغلاقها، وإذا كانت قيم الخصائص الأتريبيوتس مكتوبة بين علامتي التنصيص، يعني بين مزدوجتين، وألا يكون هنالك تداخل في الأوسمة بحيث لا يتم فتح وسم إلا بعد أن يغلق الذي قبله. هذا يعني مختصر للقواعد التي رأيناها قبل قليل. ملخص الحصة إخواني وأخواتي بالشكل التالي: عندنا بنية ملف XML تتكون من جزئين، تتكون من مقدمة يعني برولوج، وهو الذي يحتوي على XML version والstandalone والإنكودين، ويحتوي أيضا على الجذر الرئيسي الروت، والروت بدوره يحتوي على عنصر أو مجموعة من العناصر، والعنصر هو وسم البداية زائد وسم النهاية زائد النص المكتوب بين الوسمين. هنا عندنا تمرين إخواني وأخواتي، هذا التمرين هو تمرين اختباري بسيط، يعني سأطلب منكم يعني إنجازه لو سنح عندكم الوقت. تريد شركة خاصة بالتأمين، يعني لو سمحتم إخواني وأخواتي قوموا بتدوين نص هذا التمرين، واعذروني جيدا والله العظيم متعب، يعني أتكلف مشقة الحديث ومريض جدا، لكن ما في مشكلة سامحوني جدا. قلت إخواني وأخواتي تريد شركة خاصة بالتأمين تخزين بيانات موظفيها بشكل منظم ومنسق بحيث يتم حفظ المعلومات التالية لكل موظف. شركة خاصة بالتأمين تريد حفظ بيانات موظفيها في ملف XML، بيانات الموظفين بالشكل التالي: كل موظف له رقم وظيفي، له اسم، له جنس، وله عنوان. العنوان نريد العنوان بكافة تفاصيله، يعني ممكن أن نستخدم الأتريبيوتس هنا: رقم الشارع، رقم البيت، المدينة إلى آخره. العنصر الرابع نريد إضافة رقم الهاتف للموظف، مع ملاحظة أن رقم الهاتف يمكن للموظف أن يتوفر على أكثر من رقم: هاتف ثابت، هاتف محمول وغير ذلك. أيضا نريد تخزين البريد الإلكتروني للموظف، ونريد تخزين عدد الأبناء مع تفصيل أسمائهم، كل موظف عدد الأبناء لديه وتفصيل أسماء كل ابن من هؤلاء الأبناء لكل موظف. تمرين واضح إخواني وأخواتي؟
ولا يعني نقوم بإنجاز مثال عملي؟ طيب إخواني وأخواتي، إذا كان هذا التمرين واضح، طيب ننفذه عملي على بركة الله. يعني قلنا أول شيء عندنا شركة تريد تخزين بيانات موظفيها بشكل منظم ومنسق، يعني سنأتي ونقوم بإنشاء ملف XML جديد. نبدأ بإنشاء البرولوج. صيغة البرولوج هي XML، والخاصية الرئيسية هي version يساوي 1.0، ثم نغلق الوسم هكذا، ومن هنا من اللانجويج نقوم باختيار الـ XML، هذا يسمى برولوج. أيضا عندنا الروت ونسميها مثلا employees، يعني الموظفين. هذا نقطة بداية الروت، وهنا نقطة نهاية الروت الجذر. قلنا مجموعة من الموظفين، يعني عندي الموظف الأول مثلا الامبلوي رقمه ID يساوي 1، الموظف الأول، وأقوم بإغلاق هذا الوسم. لاحظوا هنا هذا عنصر، وهذا العنصر يحتوي على خاصية اسمها ID تحتوي على القيمة 1. بالنسبة للموظف الأول إخواني وأخواتي، مثلا نضع اسمه الكامل يعني فول نيم، مثلا أحمد إسماعيل، ثم نغلق الوسم فول نيم بهذا الشكل. أيضا ما هي البيانات الأخرى التي عندنا إخواني وأخواتي؟ عندنا الاسم والجنس، مثلا هنا عندنا في الجنس مثلا أم. ماذا لدينا أيضا؟ عندنا العنوان بكافة تفاصيله، يعني ممكن نكتبه بهذا الشكل address. عندنا رقم الشارع، رقم البيت، وعندنا المدينة، يعني نكتب مثلا الشارع، لا أدري ماذا يسمى الشارع، يعني street. هنا نكتب اسم الشارع مثلا street 1، رقم المنزل مثلا number مثلا 34، سيتي المدينة مثلا جدة مثلا، ثم نغلق الوسم. يعني نستطيع إغلاقه بهذا الشكل، أو نستطيع أيضا إغلاقه هكذا. نأتي إلى آخر الوسم ونكتب backslash. هذا فيما يخص الأدرس. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا رقم الهاتف، وممكن أن يحتوي على أكثر من رقم هاتف، يعني سنكتب تليفون ونغلق الإليمنت تليفون، وعندنا التليفون الأول تايب مثلا يساوي مثلا فيكس يعني أو هوم، يعني الهاتف المنزلي، ونغلق هذا الوسم، وهنا نقوم بكتابة قيمة التليفون مثلا. أيضا عندنا مثلا تليفون موبايل تايب يساوي موبايل، نقوم بإغلاق الوسم، ونقوم بكتابة رقم الموبايل هنا هكذا. لاحظوا يعني عندي وسم يحتوي على مجموعة من الأوسمة، تليفون يحتوي على التليفون الأول وعلى التليفون الثاني، مع العلم أن كل تليفون ينتمي إلى نوع معين. هذا فيما يخص الموبايل والهوم. أيضا ماذا لدينا؟ لدينا البريد الإلكتروني، يعني نأتي أسفل إغلاق وسم التليفون ونضيف وسم إيميل، ونقوم بإغلاقه، ونكتب الإيميل مثلا هنا أحمد أو باسك جيميل دوت كوم. هذا بالنسبة للإيميل. أيضا عندي أطفال، أطفال هذا الموظف children، ونقوم بإغلاق الوسم. كل وسم نقوم بفتحه نقوم بإغلاقه، يحتوي مثلا على الطفل، على طفل واحد مثلا، مثلا اسمه كريم. يعني لديه مثلا بنت اسمها مثلا أسماء. لاحظوا إخواني وأخواتي، الخصائص تكتب قيمها بين مزدوجتين، هذا بالنسبة للأطفال. الآن قمنا بتعبئة بيانات موظف واحد، لاحظوا أستطيع إضافة موظف ثاني هنا أيضا عبر كتابة employee ID، أعطيه رقم خاص وأعطيه نفس التفاصيل. هذا فيما يخص إنشاء ملف XML. ما يهمنا إخواني وأخواتي خلال هذه الحصة هو أن نتعرف على مكونات ملف XML، على البرولوج وعلى الروت وعلى الإليمنت وعلى الوسم
وعلى الاتريبيوت وعلى التنسيق وعلى قواعد كتابة كل جزء من هذه الأجزاء وعلى كيفية حفظ ملف XML. طبعا بعد أن تقوموا بإنهاء ملف XML قوموا بحفظه عبر الضغط على زر سيف، وهنا قوموا باختيار Extensive يعني افتراضيا يكون مختارا حينما نقوم باختيار اللغة. يتم تحديد هنا النوع XML، نضعه مثلا في ديسكتوب ونسميه Employees، نعمل له سيف، نأتي ونستعرضه في الإنترنت إكسبلورر. لاحظوا هنا يقول هنالك خطأ Children's يعني غير متكافئة، نقوم بتصحيح هذا الخطأ. يعني هنا XML Parser وجد خطأ، طبعا هنا الامبلوي مكتوبة خطأ، Children's مكتوبة صحيحة. الآن نعمل سيف ونعود إلى الإنترنت إكسبلورر ونعمل Refresh، يقول هنالك خطأ جانب Children's. أين Children Name؟ أي طبعا لم نقم بإغلاق الوصل. نعم، ثم نعمل نتحقق Children's مكتوبة صحيحة، سيف، ثم نعود ونعمل Refresh. لاحظ إخواني وأخواتي، هذا هو ملف الـ XML، تمت قراءة محتواه ومعالجته بواسطة مايكروسوفت XML Parser المرفق مع الإنترنت إكسبلورر، وتم عرضه بهذا النمط عبر تحويله بالـ XSL Extensible Style Sheet Language. عموما إخواني وأخواتي، أعتقد بأن الحصة لم تكن بالمستوى الذي كنت أطمح إليه، والله سامحني، أنا كنت أود أن أعتذر في بداية الحصة، لكن سامحوني والله على هذا التقصير لأنني لم أهيئ الحصة. لكن عموما أعتقد يعني العناصر واضحة جدا في XML Basics Assessed XML. عندنا البرولوج وعندنا الكونتنت يتكون من الروت يتكون من Elements، والElements يحتوي على طاق البداية وطاق النهاية وعلى محتوى الطاقس، وأيضا يمكن للElements أن يحتوي على Attributes. في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء ملفات XML معقدة وتعريفها بواسطة DTD داخلي والDTD خارجي. سنتعرف إن شاء الله على مفهوم مجلة الأسماء Namespace في XML. سامحوني والله، والله العظيم. طيب إخواني وأخواتي، لو عند حضرتكم أي أسئلة تفضلوا قبل أن أذهب. نعم إن شاء الله، سلايد سأقوم بتصحيحه وأرسله إليكم إن شاء الله، سأرفع سلايد. وبحول الله يعني لو يسر الله لنا البقاء بحول الله، سنقوم يعني بتصنيف كتاب خاص بالـ XML يعرض كل المحاضرات بشكل مكتوب لكي يصل إلى كل الإخوة الذين لم يستطيعوا متابعة هذه المحاضرات. ومرة أخرى أجدد اعتذار إخواني وأخواتي على هذا المستوى. سؤال أخي، طيب أنا أعمل Stop Sharing، هل من الممكن كتابة الأسماء باللغة العربية؟ هل إخواني دعوني أقرأ السؤال أولا، بارك الله فيكم، هل يمكن كتابة الاسم باللغة العربية؟ نعم أخي يمكنك ذلك، لأن الـ XML Standard هي لغة عالمية، سواء كتبت بالعربية أو باليابانية فذلك ممكن. لكن احذر، إذا استخدمت Notepad فلن يتم عرض البيانات العربية. لاحظوا مثلا لو كتبت هنا أحمد باللغة العربية، سؤال جميل جدا، وعملت Save وأتت إلى إنترنت إكسبلورر، سيحدث خطأ في البارسين، لاحظوا، لأن الترميز غير مفعل. طيب لو حدث معكم هذا المشكل إخواني وأخواتي، وأشكر أخي العزيز على هذا السؤال، لو حدث معكم هذا المشكل، المسألة بسيطة جدا، تعالوا إلى الفورمات وقوموا باختيار اليونيكود، إما الـ UTF 8 أو الـ UTF 16، لأنه هو الذي يدعم اللغات العالمية. لاحظوا الآن ستظهر أحمد، هذا فيما يخص اللغة العربية. سؤال آخر إخواني وأخواتي، سيتم إن شاء الله، ونعتذر عن رداءة المحاضرة، والله العظيم ربما قد لا نقوم برفعها، لكن عموما نسأل الله التيسير. أي سؤال آخر إخواني وأخواتي؟ نعم أخي أحمد، من الممكن كتابة الأسماء باللغة العربية داخل XML؟ نعم، قم فقط بتغيير الأنكودين، تغيير الترميز. ما علاقة XML ببلوجر؟ صراحة يعني بلوجر يعتمد على XML بشكل رئيسي، لأن القالب التمبليت يتم تحويلها إلى XML بكل بساطة. يعني عرض محتوى البلوجر يعتمد على التمبليت، والتمبليت هي أصلا مصممة بالXHTML، والXHTML هو HTML يعتمد على XML Standardized HTML. هذا جوابك أخي الكريم.
مثبت فيجوال ستوديو 2010 اللي فيه سي بلس بلس سي شارب. اخي محسن محمد سؤالك غير كامل لكن اعتقد نعم جميل جدا اخي. بالنسبه للفيجوال ستوديو فهو يدعم الاكس ام ال بشكل قوي جدا، ويمكنك استخدام فيجوال ستوديو من اجل تحرير ملفات اكس ام ال عبر الذهاب الى ملف سولوشن والضغط رايت كليك واختيار اد نيو ايتم وقم باضافه اكس ام ال فايل ستجده في التبويب داتا، قم باضافته واكتب فيه محتوى الاكس ام ال الذي تريد. ما هو فرق بين الاكس ام ال والاتش تي ام ال؟ اخي احمد ذكرناه في غضون الدرس وقلنا بان الفرق هو ان الاكس ام ال تستخدم لتنظيم وترتيب البيانات بينما الاتش تي ام ال تستخدم لعرض البيانات في صفحات الويب. ايضا الاتش تي ام ال بامكانك كتابه الاوسمه تاكس بشكل متداخل ليس هنالك مشكل، اما في الاكس ام ال فهنالك قواعد صارمه جدا لا تسمح بكتابه الاوسمه بشكل متداخل. هل هناك دورات في تصميم المواقع مباشره؟ ممكن ان يجيبك الاخوه المشرفون في ملتقى اكاديميه الدارين اخي الكريم. طيب اخواني واخواتي بارك الله فيكم جميعا، اخي احمد اختي نجلاء اشكركم على صبركم وعلى متابعتكم، بارك الله لكم في جهدكم وفي حسن صنيعكم. هل تشبه الاسكيال؟ لا الاسكيال هي لغه للاستعلامات كويري لانجويج، بينما الاكس ام ال هي لغه للوصف ديسكريبتيف لانجويج، لكن الاكس ام ال يدعم لغه خاصه بالاستعلامات تسمى اكس كويري. تذكر هذا الاسم جيدا اخي الكريم، الاكس كويري هي لغه تستخدم لاستعلام البيانات المخزنه داخل ملفات اكس ام ال، وهي من حيث عملها شبيهه جدا بالاسكيال، سنراها ان شاء الله في الفصول القادمه. اخي عمر نعم اخي عمر اجبتك على سؤالك، الاكس كويري هي لغه الاستعلامات المدعومه من طرف اكس ام ال لمعالجه البيانات. بارك الله فيك اخي عمر. طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إخواني وأخواتي أدعو لكم بالتوفيق والسداد، وسامحوني والله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.